من الشواطئ التي تسخر بها الجزائر العاصمة والتي تعتبر مقصداً هاماً للعائلات هو الشط الأزرق أو المعروف لدى الجزائريين بأزيغ بلاج، والذي عرف مؤخراً تهيئة واسعة تحت إشراف مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج التابعة للمجمع العمومي للفندقة والسياحة والحمامات المعدنية، حيث تحول إلى تحفة صيفية سياحية بامتياز وبمقاييس عصرية وعالمية تجذب السياح. تبنينا استراتيجية تعمل على تحسين الخدمات وعلى إعادة وعلى متابعة عملية العصرنة وإعادة تهيئة الفنادق جميع الوحدات لمؤسسة السير السياحي لسيدي فرج. أزور بلاج تشوفوا باللي لاميناجمون لاكوي ولا تشوفوا لي زيكيبمون اللي كي سون طون بلاص، هادوك تشوفوا باللي ما كاش ديفيرونس بين دول الجوار ولا الدول الاجنبيه. والله ما خبيش عليك، هناك سواح جاوا هنا ما فهموش، جاوا من امريكا، جاوا من فرنسا، من اسبانيا. هناك تخفيضات حتى 20% 30% لصالح العمل الجزائري. هذا العام بفضل تعليمات مدير العام لمؤسسة السير السياحي لسيدي فرج، قد سهلنا الأمور لتحسين هذا الموسم الاصطياف و pour satisfaire notre clientèle. ومام تاني قد هاد السنة إن شاء الله بفضل مجهودات العمال، أشكر تاني العمال قد تاني أنا يسي دوفرير لي بوان دو فونت تاعنا، ومام أنا كري أوسي دوتر بوان دو فونت، ومام أوسي أنا كري دي كالكو بوست دو بلوا، والحمد لله. Cette année, on a essayé d'améliorer le maximum, soit côté accueil, côté hébergement, côté restauration. C'est tout le monde qui nous félicite toujours. Derrière des fiches de suggestions, chaque jour, on demande l'avis du client. Alhamdoulilah. زرنا الشاطئ الذي وجدناه مهيئاً بعديد المقامات المختلفة تحت الخيم المؤثثة وتحت المظلات الشمسية، ودون حجب للمناظر الجميلة نحو البحر، كل هذا بأمان تام. On est venu avec les enfants. C'est bien, c'est propre. Un peu, oui. J'avais une idée déjà. C'est propre, c'est familial surtout. Et puis, quand il y a transat, c'est quand même, ça change par rapport à d'autres plages. أما عن المسبح الذي يعشقه الأطفال حيث يجدون متعتهم وراحتهم فيه فلهم ما يقولون. دينا كومبلكس مع خالي مع جداتي ماما وخويا. مليح هايل. عجبتني لا بيسين لي جون لي فيها كلش كاع كلش. من حاسي مسعود يبارك هنا يا عبد الناجي. وين عادي؟ في الدائرة. لا بيسين. البارك. رحت المناج. وش عجبك في هذا البارك؟ وش عجبني؟ عجبتني لابيسين. أنا أميرة وجينا من الحاسين لأزيغ بلاج. وش عجبك هنا؟ ما تجينا أول مرة؟ سي لا بروميييغ فوا اللي نجيو لهنا. وش عجبك في هذا المكان؟ لابيسين والبحر لتحت، لي بانكالو، الغوستورون، كامل كلش. كيفاش تجوزي لازم هنا؟ نجيو الصباح نفطرو، بعد شوية هكا كيفاش ما نخرجو برا كامل ندورو. بعد كي نرجعو نتغداو وبعد نجيو لهنا لابيسين حتى تخلص وبعد نهبطو تانيك للبحر. فريمون لقيت ناس متربيين، ناس جزيريه ما يمكنش نسمع بهم تاخي، بصح لقيت ناس على اوتر، ناس الله يبارك، البلاد نظيفه، سمعت لاكي، المهم ناس ما شاء الله. هذا بارمي المركبات اللي عجبوني بزاف، سمعت من حيث البيرسونال فريمون دهشوني.
بيرسونيل لا كي ما يتكلمش، لا ما تسمعهاش كاع. من جيت لي شومبر الله يبارك، كان عندي ان بتي بروبليم في الشومبر تاع لا شي اي فريمون، ما زلت ما رجعتش لقيتها، والله مازال ما رجعتش للشومبر لقيتها فرات. تشجيعا الى استثمار جدي في السياحة، عكفت الدولة على توفير كل الإمكانات التي تخدم السياح من الداخل والخارج. والنادي السياحي للشط الأزرق نموذج لهذا على غرار 5 شواطئ أخرى بالعاصمة. كل هذا من أجل أن نكبح رغبة المصطافين الجزائريين إلى الخارج لو تم تعميمه.